صباح النور، اش اخباركم؟ كنتمناكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم انا في مراكش، مازال في مراكش. انا في واحد الكلوب اللي تابع ذاك الرياض اللي انا فيه، ف كتجيبنا لنا بيت صباح لهنا. اليوم الاثنين جيت انا بواحد ميتي اللي كاينة، سمسو الحد كانوا شوية ديال لي توغيست، مي اليوم صباح الرياض خاوي، صبحت غير انايا. كيفاش جيت لهاد ليسباس باش ندوز فيه النهار؟ واحد ليسباس كله طبيعة. انا غندير بكم دويرة غادي تشوفوها، بغيت نصبح عليكم واحد صبيحة زوينة ديال البيضاوة في مراكش. صبيحة بيضاوية قديمة، صباح الصباح تفرخوا اللواح، تحلت باب بلا مفتاح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما مشى بالرجل وطرب الجناح. يا ربي الى صبحت عصيه هديني، والى صبحت مريضه شفيني، والى صبحت فقيره غنيني، وقوي يا ربي ايماني وايمان وليداتي وايمان المغاربه كلهم، وتحنن يا ربي القلوب على المغاربه بعضياتهم، ويا ربي ترفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء يا ربي، وتجعل يا ربي كلمتي مصدقه وجلدتي مدرقه بجهد سيدنا محمد زين الملقى. هادو دوك بيضاوة القدام راه يعرفوا هادشي. هادشي حنا كبرنا كنسمعوه، دوك ال 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 كيف كيقولوا ليهم القوافي، القوافي هما دوك الجمال اللي كيكونوا موزونين ديال الفياقد الصباح ولاد العشيه ولاد الناس كانوا زمان فاش كيجيو يفيقوا ولادهم، ماشي بحال دابا فيق وقت المدرسه. لا كانت المراه كتجي عند وليداتها الصباح باش تفيقهم، ولا راجلها باش تفيقهم. كانوا واحد الجمل زوينين. انا كنعقل في الصغر كانت عندي جداتي ماتيرنيل ديال مامير، جداتي ديال مون بير ما كنعقلش عليها، ماتت قبل ما نخلق انايا. مي امي لالا ماتيرنيل كانت واحد المراه اللي عندها هاد القوافي وهاد شي كلشي، اي حاجه كاينه في النهار ولا بدا كتلقى ليها داك القافيه الموزونه ديالها. فاليوم ذكرتكم بواحد الدعوه صباحيه. فدابا غندير بكم واحد الجوله هنايا في هاد وغادي نشوف هي هاد الطبيعه وهاد الخضوره. فكنتمنى هاد المكان هذا تروسورساو منو سانتوما، واخا غير واخا غير بصور. فهاد المكان جا شويه خارج من مراكش، من المدينه لداخل، جا في الخرجه، ولكن كله خضوره، كله طبيعة. فمن الطبيعة كنعاودو نتروسورساو، كناخدو منها داك الحياة اللي كتكون في الشجر، في الخضورة ديالو. الخضوره كتسقي لينا عينينا، والريحه ديال التراب والريحه ديال الشجر كتغدي لنا الداخل ديالنا، اي كتكون واحد الراحه نفسيه لينا اللي كتكون زوينه بزاف ملي كنكونوا اون كونتاكت مع الطبيعه، ملي كنكونوا في شي مكان اللي فيه الخضوره بزاف. فانا بحالي بحال بزاف ديال المغاربه اللي من نهار بدا من مارس من الكونفينمون اللي ما خرجتش من داري، و سكيفي دابا ملي تحت لي الفرصه وجيت غندوز هذا الاسبوع هذا كله في مراكش، فكنحاول نتغدى شويه بالطبيعه. وكنحاول ندي لكم معايا ندير لكم معايا واحد الفيديو اللي
كنتمنى تعجبكم هاد البلاصه هادي، زوينه بزاف بزاف بزاف، كلها خضوره وكل الشجر اللي عندهم هنايا، واحد البلاصه اللور الموندارين والبامبلوموس وكل شيء اللي عندهم هنايا اللي كيزرعوه كله بيو، ما تيديروش المواد مواد شيميك، كيبقاو غير في الناتشورال. هو الواحد قد ما بقى يقرب للطبيعه وياكل الخضره والفواكه وكل مخلوقات الطبيعه كل الحاجات الحيه، قد ما الصحه ديالو كتكون مزيانه. فهنا المكان من غير انه هادئ، وكتسمع غير الصوت ديال البراطل وديال الحمام والصوت ديال الشجر وديال الطبيعه. هنا كاين شجر الزيتون بزاف. فكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بهاد الجوله هادي. هو المكان راه كبير بزاف، ولكن انا حاولت جبتكم غير لهذا المكان اللي عجبني انايا. اي غنحاول ندير واحد شويه ديال لا ميديتاسيون، لان بما ان ما كاين عندهم لا توريست لا ناس برانيين لا والو، غنحاول دابا شويه غنمشي لواحد البليصه وغنحاول ندير فيها تامل، ندير فيها شويه ميديتاسيون. ميديتاسيون كيف قلت لكم ديك المره كنديروا الميناج الداخلي ديالنا، حيت كيف الواحد ذاته خصو ياكل خصو يشرب الماء باش يوقف، خصو يغذي النفس ديالو كذلك، ويدير كيف كيدير الميناج في الحمام الذات الخارجيه. فالذات الداخليه حتى هي لينا عليها حق، حتى هي مسكينه خاصها الميناج، وخصنو بنوبا نخويوها وننقيوها. علاش كي الناس اللي في الهنود بزاف اللي كتلقاهم كيديروا التامل، وكتلقاهم بلاد اللي فيها الفقر بزاف وفيها الناس زعما كيعيشوا الفقر، ولكن كنقول لهم انا داك لو ديليغ انديان، كلشي ضحك كلشي كيضحك. كتلقاه كيبيع المراه كتبيع شعرها ولا كتبيع شي حاجه من ذاتها، هما عندهم تجاره الاعضاء بزاف، كيبيعوا مساكن اعضائهم، وكتلقاه كيضحك وناشط وكيشطحوا. هما البلد من الدول من بين البلدان في العالم اللي الشطيح والنشاط وداكشي عندهم. علاش؟ لان دائما ما كيخليوش داك الهم يتراكم لداخل، دائما كيديروا داك الميناج الداخلي. والتامل هذا الشيء اللي زوين فيه، الواحد كيدير داك الميناج الداخلي حيت ما كيخليش داك الشيء يتستف عنده لداخل، يا خوف يا قلق يا، حيت هذاك الشيء ملي كيبقى يتستف من بعد كيكثر وكيرجع كره وكيرجع خبت، وكيولي الواحد هو عدو نفسه. لان الواحد ملي كيولي كيفكر غير في الحوايج الخايبين وكيتخيل الحوايج الخايبين وكيشوف الناس غير الحوايج الخايبين، كيولي هذاك الشيء اللي كيفكروا وكيتخيلوا كيولي كيعيشوا. ف ملي كيكون الواحد دائما كيدير الميديتاسيون وكيدير هذاك الميناج الداخلي، فكتلقاه دائما نقي الداخل ديالو، النفسيه ديالو نقيه، كتلقاه متسامح، كيشوف الناس غير الحوايج المزيانين، اي ما مساليش المشاكل الناس. فكنتمناكم تكونوا استمتعتوا معايا هاد الصباح هذا بهاد الدوره هادي، اي كنتمنى لكم السعاده الهنا الفرحه، وتحققوا يا ربي اهدافكم وتنجحوا في حياتكم، وكنتمنى لكم كلهم حوايج مزيانين. وكنقول لكم اللي شاف الفيديو ديالي عجبو يلايكي يتابونا وبارطاجيو، مرحبا بكم في لاشين ديالي،
كنتمنى لكم السعاده، الهنا، راحه البال، كلهم الحوايج المزيانين. والله يسعدكم يا ربي ويسعد المغاربه كلهم، وحنن قلوب المغاربه مع بعضياتهم. صباحكم مبروك، سلامه.